هي اليوم أصبحت المتهمة بنتيجة هذا الفعل، رغم أنها تركت الباب مفتوح كما تعرف أمام دول الـ5+1 لإصلاح الموقف من قبلها. يعني على الدوام إيران من وجهة نظر الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية كانت متهمة، ولا مرة عالجت واشنطن وباريس ولندن الموضوع الإيراني وتحديدا الملف النووي إلا وكانت السوء النية والتهم تسبق أي تصريح أو أي موقف. أنا أعتقد أن 5+1 الآن مع مجلس الأمن الدولي هم في حالة ارتباك، ما هي الخطوة التي يمكن اتخاذها في موضوع العقوبات؟ هل تتحقق هذه العقوبات؟ هل هناك إجماع بين الدول 5+1 على تحقيق هذه العقوبات؟ هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجمع يعني مجلس الأمن بقرار واحد حول سلة معينة من العقوبات؟ أنا أتصور أن هناك نوع من الانشقاق في الموقف الدولي، أقله تردد روسيا وعدم ذهابها إلى الدرجة التي يعني يضعف فيها الموقف الإيراني، خصوصا وأن هناك احتداما واضحا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول موضوع الدرع الصاروخي، ناهيك عن الصين والمواجهة الحاصلة الآن. هناك نوع من الوهن في موضوع قرار موحد فيما يتعلق بالعقوبات، ربما يعني تتكرر يعني عقوبات على النحو الذي حصل فيما سبق، لكن أن يرتفع مستوى العقوبات إلى الدرجة التي تؤثر على الأمن القومي الإيراني، هذا أمر أنا أشكك به للأسباب التي ذكرت قبل قليل. في هذه الحالة دكتور عباس خميار، هل بمقدور إيران الالتفاف على عقوبات قد تطال النفط مثلا، يعني من السيناريوهات المطروحة اليوم هذا النوع من العقوبات؟ الحقيقة طهران استطاعت خلال الفترة الأخيرة وخلال تدير الأزمة بطريقة ذكية جدا، فأتصور طهران لها من أوراق متعددة تستطيع أن يعني أن تستمر في اللعب بهذه الأوراق، وفي نفس الوقت الموضوع يعني موضوع الملف النووي الإيراني، إيران تفضل أن يكون الملف يحل بطريقة سلمية وبعيدا عن التسييس. العقوبات لا تجدي شيئا، وفي نفس الوقت لا تثني الإيرانيين على عدم الاستمرار في هذه المسيرة. هناك في موضوع العقوبات هناك بحاجة إلى 9 أصوات لا في مجلس الأمن، لا أتصور يعني إمكان الوصول إلى إجماع دولي لاتخاذ قرار بالنسبة لإيران، لأن هناك دول مثل تركيا مثل لبنان أو البرازيل، هذه الدول ربما لا تصوت على قرار كهذا، وفي نفس الوقت إيران مستعدة لاتخاذ قرار. هناك قرارات اتخذت ضد طهران في السنوات الماضية ولن تغير شيء على الساحة الإيرانية ولا في القرار الإيراني. كما نعرف قانون داماتو ساري المفعول، هناك الحصار الاقتصادي وقوانين أمريكية أخرى مفروضة على طهران. إيران استطاعت أن تلعب وتدير الأزمة بطريقة ذكية بحيث لا تؤثر تأثيرا كبيرا على مجرى الأحداث في الداخل الإيراني، وخاصة بما يتعلق بالاقتصاد الإيراني. سيد عفيفي، في ظل هذه الحالة، هذا الوضع وهذا الثبات الإيراني على المواقف، نشهد أيضا عدم وضوح في خيارات الدول الكبرى، هل تعتقد أنه من الممكن حصول إجماع بين الدول الكبرى الدول المعنية إذا أي خطوة عقابية قد تقدم عليها واشنطن؟ بالنسبة للإجماع بالمعنى المفهوم لدينا دائما لا يحدث هذا الإجماع، لا يكون هناك نوع من المفاوضة في كيفية
تطبيق هذه العقوبات. كل دولة من الدول لها علاقات خاصة ومختلفة مع إيران، ولها علاقات خاصة ومختلفة مع دول أخرى، وتعني في الدرجة الأولى كيفية أنها توازن بين علاقاتها مع إيران وعلاقاتها مع الدول الأخرى وتطبيق أي نوع من أنواع العقوبات. لكن بدخول إيران في مجال التخصيب لهذه الدرجة فتح الباب لكثير من الدول ان هي تقوم بتطبيق بعض من العقوبات على اساس ان هذا التخصيب قد يؤدي الى قنبلة نووية، وهذا غير مرغوب اصلا في المنطقة، ونظرا لان ايران تتبع اسلوب الاستفزاز مع الدول الغربية. سيد عفيفي، ايضا الباب مفتوح، يعني ايران تقول انه مستعدة لكل الأمور إذا ما تم تزويد مفاعل طهران الطبي العلاجي باليورانيوم المخصب، في المقابل دول الغرب تصر على رفض هذه الطروحات الإيرانية. كما نعرف أن أكثر من مرة سبقت إيران وفاجأت العالم بوجود محطات نووية ما كانش أصلا معروف أنها موجودة في الفترة السابقة، وأيضا الإعلانات التي تستمر من إيران بدون الحوار، هذا التاريخ سبب نوع من الحساسية مع الدول الغربية، ولا يمكن أن نهمل أن هذا الأسلوب في التعامل أدى إلى حساسية دولية، وقد يؤدي إلى انضمام بعض الأفراد اللي كانت محايدة إلى المطالبة بوقف هذه التطورات في المشروع النووي. طيب، إضافة إلى تطبيق عقوبات أشد على إيران لمنعها من الوصول للقنبلة النووية. طيب أستاذ محمود حيدر، تداعيات الانتقال في حال تمت من عقوبات اقتصادية إلى عمل عسكري كما ذكر سيد عفيفي في بداية الحلقة، تداعيات هكذا خطوة كيف هي؟ أنا أتصور أن عقوبات من النوع الاقتصادي ليس حولها إجماع مؤكد، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بموضوع ضربة عسكرية؟ موضوع الضربة العسكرية هي حالة استثنائية جدا، وهي في العلم العسكري تأتي بعد استنفاذ كل المحاولات الاستراتيجية لضبط الوضع عند حدود معينة، وهي يعني تدخل فيما يسمى بدرجة الجنون في اتخاذ القرارات، وهذا ما تسوق له القيادة قيادة الكيان الإسرائيلي اليوم. نعم، أنا أتصور أن الجنون الإسرائيلي محصور في قلعته ولن يتعدى القابلية الأمريكية، وفضلا عن قابلية الدول الأخرى المعنية بالأمر. مرحلة الجنون الاستراتيجي الذي تميزت به إدارة الرئيس جورج بوش والمحافظين الجدد مرحلة انتهت وأصبحت من الماضي.